من الضروري على الفئات العاملة للإسلام أن تنشر الوعي بالمسؤولية بين طبقات المسلمين، فإن الإسلام جعل كل فرد مسؤولا عن جميع المسلمين بل عن البشر. القرآن الكريم كتاب حياة، فهو مجموعة متكاملة من التعاليم الإلهية التي تكفل السعادة الدنيوية والأخروية للتجمع البشري. يجب الاهتمام الكافي لبيان أن الإسلام دين ودنيا، فإنه يهتم بأمور الدنيا كما يهتم بالآخرة ويضمن سعادة كليهما.